هاي يا بنات، ازيكم؟ فيديو النهارده ازاي تعملي تنظيف لبشرتك بطريقه فعاله جدا ومن غير اي تكاليف، وفي البيت كمان مش هتضطري تروحي لاي مركز تجميل يعملك تنظيف بشره عشان توصلي لنتيجه مذهله وزي ما انتم شايفين النتيجه مرضيه. اول حاجه هنحتاجها نجيب حله ميه ونحط فيها ميه، ثلاث ارباعها ميه يعني، او نصها او اكتر على حسب اللي انتم عايزينه، وهنخلي المايه تغلي كويس جدا. ومحدش يقول لي ان احنا هنستخدم المايه مش عايزه نباهة، احنا هنستخدم البخار بتاع المايه فقط. تاني حاجه لو عندنا نعناع او عندنا مثلا حتى لو زعتر يعني، بس هو النعناع يفضل علشان النعناع بيفتح مسام البشره وفي نفس الوقت بيديها النضاره، والزعتر على فكره محدش يتريق هو بيعمل نفس النتائج بتاعه النعناع. لو مش متوفر ده فاعمله بده عادي، ممكن تحطي كمان ميه ورد على حسب المتاح عندك. وبعد كده هتجيبي فوطه وهتحطي الفوطه فوق دماغك بالمنظر زي ما انتم شايفين كده، ويبقى ما بينك وما بين الميه حوالي شبر علشان الميه ما تلسعش وشك او ما تحرقهاش. مش عايزه حد يتريق عليا يا بنات لو سمحت. وبعد كده طبعا هنحاول ان احنا نداري كل وشنا بحيث ان البخار بتاع الميه بمتركز فقط على وشنا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. زي ما انتم شايفين هنا في الفيديو، بصوا لاحظوا ان انا وشي بدا يعرق طبعا نتيجه البخار، وانا فعلا حاسه وشي ملتهب. هنا انا وضحت لكم بان انا قربت على الكاميرا شويه عشان تلاحظوا فعلا ان هو متعرق على الاخر. تاني حاجه هنحتاجها نجيب غسول، اي غسول انتوا بتستخدموه. انا بستخدم كلين اند كلير، فاللي انتوا بتستخدموه برده انا قلت لكم في الاول ان انا عايزه استخدم الحاجات المتاحه عندي في البيت، فمش هضطر ان انا اشتري. انا بالنسبه لي الغسول ده يومي، فمفيش مشاكل لما انا استخدمه برده النهارده. طبعا هو بيلهلب وشي زي ما انتم شايفين عشان طبعا وشي متفتح يعتبر كل المسام بتاعته. هستنى حوالي 10 دقايق لحد لما يبدا ينشف، وبعد كده هبدا احرك بحركه دائريه علشان اطلع كل الخلايا الميته في وشي والجلد الميت يعني والرؤوس السوداء، علشان تبدا بشرتي تتنظف، لان طبعا البخار مفتح بشرتي والغسول كمان، فمساعدني جدا ان انا اعرف اعمل تنظيف بطريقه كويسه. اللي عندها فرشه سنين قديمه ممكن تستخدمها بانها تفرك وشها او اي ليفه وش، بس انا بحب استخدمها بايدي بالذات لما بعمل غسول. ماشي، هنا هنبدا ننشف بالفوطه بطريقه الطبطبه، بلاش ان احنا نكحد بالفوطه عشان ما ننشفهاش اكتر. تالت خطوه انا بستخدم ماسك الطين، اتكلمت عليه قبل كده في فيديو خاص بالمنتجات بتاعتي، هسيبه لكم اللينك تحت الفيديو علشان تعرفوه وتجيبوا الماسك ده. هبدا احط الماسك اللي انا بستخدمه دوت على بشرتي كلها زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. برضو اللي عندها اي ماسك حتى لو ماسك طبيعي في البيت ممكن تعمليه، ماسك مثلا النشا بالسكر بزيت الزيتون، اي ماسك عندك استخدميه. حاولي توفري المنتجات على قد ما تقدري بان انت توصلي لنتيجه برضو بسيطه ومش مكلفه عليكي عشان ما تزهقيش. بعد كده هبدا اسيب الماسك لحد ما ينشف خالص على بشرتي حوالي تلت ساعه، وبعدين ابدا اغسل وشي كويس جدا من الماسك زي ما انتم شايفين كده برضو في الفيديو. بعد كده هبدا اجيب الفوطه وامسح بطريقه الطبطبه. طبعا بتلاحظوا الفرق في وشي بعد كده زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. نيجي لاخر خطوه طبعا وهي الكريم المرطب. اي كريم مرطب عندك بتستخدميه، انا برضو بستخدم البيودرما، فبجيبه وببدا احط على وشي، وده اخر مرحله في مرحله تنظيف البشره. طبعا زي ما انتم شايفين كده الفكره بسيطه، والفكره مش هتاخد اكتر من نص ساعه او بالتحديد ساعه الا ربع طبعا بالماسك والكلام ده كله عشان توصلي للنتيجه اللي انت شايفاها في الفيديو. ما تنسيش تعملي سبسكرايب وتعملي لايك وتعملي شير للفيديو لو عجبك، واشوفك حلقه جديده، وباي باي.